نستهل النشرة من مخيمات تندوف، حيث تتواصل سلسلة الاختطافات والاختفاءات القسرية. وفي هذا السياق انضاف في وقت متأخر من يوم أمس المدون الصحراوي محمود زيدان، انضاف لمجموعة من المختطفين من قبل عناصر ميليشيات البوليساريو بالمخيم المعروف بأسرد. محمود زيدان هو صحفي سابق في تلفزيون مرتزقة البوليساريو ومنسق منتدى الشباب الصحراوي من أجل الحل، وهو أيضا المتحدث باسم هذا المنتدى. وقبل محمود زيدان تم اختطاف المدون أبا بوزبد من أمام مقر الوكالة السامية لغوث اللاجئين بالرابوني، وكذا الفاضل بريكا رئيس تنسيقية الخليل أحمد الذي اختطف بالرابوني كذلك بسبب مشاركته في اعتصامات أمام السفارة الجزائرية في مدريد وفي مخيمات تندوف، مطالبا بتسليط الضوء على مصير أحمد خليل الذي لم يظهر له أثر منذ اختطافه من قبل مصالح الأمن الجزائرية بالجزائر العربية قبل 10 سنوات. متابعة لهذا الموضوع كان معنا عبر الهاتف في نشرة سابقة المحامي والناشط الحقوقي نوفل البعمري، سألناه عن قراءته لأبعاد اختطاف المدون الصحراوي محمود زيدان وقبله كل الأصوات المنتقدة للأوضاع في المخيمات. بالنسبه للوضع اليوم داخل المخيمات، هذه حوالي اسبوع انطلقت حمله ديال الاختطافات واسعه ضد كل النشطاء داخل المخيمات تندوف، ضد كل اصوات معارضه للسياسه التي تنهجها قياده جبهه بوليساريو بتغطيه من النظام الجزائري داخل مخيمات تندوف، التي تعتمد على تكميم مختلف الافواه الرابط ما بين مختلف الاسماء التي ذكرتموها في التقرير، هي انها اسماء معارضه داخل مخيمات تندوف، هي اسماء تمارس معارضه داخل المخيمات ورفضت ان تمارس المعارضه من خارجها. اليوم الوضع داخل المخيمات هو وضع بالاضافه الى الحصار الذي فرضته الجزائر على المخيمات، اليوم الوضع جد مقلق من الناحيه الانسانيه، من الناحيه الحقوقيه. الرابط ما بين كل هذه الاسماء وما بين كل هذا النشطاء هما انهم اصوات حره تشكل جيل جديد من النشطاء، جيل جديد من المناضلين داخل مخيمات تندوف، رافضون لتكميم الافواه، رافضون للسياسه ديال التفقيه، ورافضون للسياسه التي اعتمدتها جبهه البوليساريو منذ سنوات، اللي فيها سرقه المساعدات الانسانيه، اللي فيها الاختطافات، اللي فيها الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان داخل المخيمات. الوضع تفجر منذ حوالي اكثر من سنه ونصف داخل المخيمات من بتشكيل التنسيقيه ديال الكشف على القيادي السابق لجبهه البوليساريو الخليل احمد، كانت هي الشراره التي انطلقت داخل المخيمات. ابا بوزيد هو ناشط معروف ومدون معروف جدا داخل المخيمات وخارجها.